شوف شوف بنادم تيني تيتسنى عذرين بيض العينين حيت كاع مقارين خدامين على الصين فهمتيني؟ كلشي زوين كلشي زوين ولكن انا بيبيا معايدين ب 60,000 مخرجين واش ما كاين حتى حاجه زوينه باقي. لا المهرجان من هنا العيد بنادم جي عاش سخفان 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 وجيبو عريان فهمتيني؟ مهرجان وبنادم جيبو عريان راه بحال ضحيه ديال كان يا ما كان في قديم الزمان. مرحبا الجمهور وتحياتي للجمهور كريم وتحيه وعطى الطلبه عطى الطلبه سيدي موسى فرصه هذه سعيده وللمره الثانيه مع القناه عبير سبق لي تواصلت معها عبر القناه الطيبه والمحترمه. انا بالمناسبه ديال هذا الموازين الجديد صراحه يعني كنا كنتظروه ب يعني بكل يعني بكل صبر يعني على اساس بان تعودنا عليه كل 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 سنه سيكون والحمد لله هو اتى من جديد وواحد حله جديده ومع فنانين جداد وكل شيء فرحان وكل شيء ناشط بعد يعني بدل المناسبه الناس تحشس هذه المناسبه السعيده وبالاخص بالاخص جات في الاجواء عيد الاضحى المبارك وحنا فرحانين. انا جيت مع لابتيت فامي ديالي هنايا حتى هي تشوف هاد الافراح وهاد المسرات للمجتمع اللي الناس كلها فرحانه به. وانا بالمناسبه دوك الناس اللي تيهضروا على المقاطعه المقاطعه ما عندها حتى شي علاقه في المقاطعه. الناس تيهضروا على الفراغ ما عندهم حتى شي يعني حتى شي فكره على هاد الانشطه اللي كديرها الدوله لصالح الشعب باش يفرح ولو اسبوع واحد يعني ماشي عام ولا اسبوع واحد سنه ما لا ضرارا. اما كيربطوا هاد الشيء بالمسائل اللي واقعه في الشرق الاوسط حنا لا علاقه بالمزاح حنا تنتاسفوا على اللي وقع في فلسطين وكنتعلموا من بعيد ولكن الا ما عند الانسان ما يدير وهاد الشيء اللي كاين. الا كاين شي سؤال اخر انا مستعد نعطي رايي. بالنسبه لهذا الافتتاح الاول هذا النهار الاول في هذا الاسبوع ديال الموازين يعني كنا اول نهار جينا نشوفوا هادشي هذا. اما بالنسبه للفنانين هادو اللي كاينين دابا والحقيقه راه في المستوى منشطين الدنيا يعني والاغاني بجميع الانواع الراب كما كاين دابا وبعد كاينين مغنيين اخرين تاهما في المستوى وبالاخص لطيفة رأفت ونتمنى كل شيء يدوز بخير وعلى خير وتكون ليله سعيده في الاجواء السعيده وحنا ناشطين الحمد لله وفرحانين بهذا الوطن ديالنا العزيز اللي هو كنشوفوه بصراحه يعني غادي نهض في جميع المجالات جميع المجالات وفر الشعب ديالو جميع كل شيء من ناحيه البنيه التحتيه من ناحيه الانشطه كما كنشوفوا دابا وكل شيء بهناء والحمد لله بالمقارنه بدول اخرى يعني عايشين حروب مشاكل بزاف المسائل اللي ما يمكنليش نقولها ولكن على كل حال تنحمدوا ربي على هذه الليله السعيده وعلى الدوله اللي كما تنكرر المره الثانيه اللي موفره لنا هذا النشاط هذا اللي فين كان يعني كنشطوا شويه شويه هادشي اللي كاين اخي الكريم. احنا دمي مع موازين راه مدمرين تجيو نفوجوا شويه تنحيدوا شي في اللي يجي شي فهمتيني. تحياتي مع خوتنا في فلسطين شي فيزا الميلانو اجي كيفاش بغيت المقاطعه ديال الموازين في مواقع التواصل؟ ويا اصلا مواقع التواصل حنا خاطينا تنشوفوا حنا تنجيو في الواقع كلشي كلشي خالقه كلشي زاي عيالات جايبين 12 القوامل اللحم يجيبوه شوي ولا ما كاين لا مقاطعه ولا والو هذاك الشيء عند قوس صافي كلشي باغي يشطح باغي يفوج باغي يرفد
الدراري الصغار هادشي 2000 العيالات 1000 اليوم ولادهم والطاقوس تحياتي الصراحه زوين ولكن انا دابا افرح راه فاش ما عجبتنيش موسي موسي انا اصلا جاي على وديك موسي موسي هو اللي جاي انا اصلا على وده شو يصليو وخاك يقولوا مقاطعون وصافي خصهم يصليو باش يبقاو يدعيو معاهم موس موس موسي زوين شي حاجه زوينه عفوا نبدلو فيها الجو شكرا غزاله تبارك الله كاين الامان الدنيا هنا زوونه موكي هذا جاك يعجبني تبارك الله فنانة كبيرة ما عندي ما نقول فيها كتغني التراث وداكشي ديالها زوين بزاف تبارك الله كملوا كملوا في المسيرة ديالهم هادشي اللي نقدر نقول لهم الله يكمل عليهم بخير زوين الدنيا كالم الناس كالمين كلشي مزيان هنايا الله يحفظك موازين بصراحة زوينة والأول عام كنجي أنا الموازين موازين زوينة بصراحة الفنانة أنا كتعجبني لطيفة رأفت حيت لطيفة رأفت فنانة كبيرة بصراحة جيت على ودي الفنانة لطيفة رأفت الجمهور ديال الجمهور مزيان كاين أمن كاين الحمد لله كل شيء الجمهور مزيان